السلام عليكم، بتواصل حديث مع حضراتكم. والنهارده بنشوف الفراخ اللي قدامنا دهيت من النوع كب. طبعا الفراخ دهيت عمرها النهارده 20 يوم، متاخره. متوسط وزنهم حوالي 600 جرام. الطبيعي النهارده ان يكون الوزن متوسط 20 يوم يكون يعني 750-850 جرام. طبعا الفراخ كانت بتنهج علشان كانت في لمبه حمراء شغاله مع اللمبه البيضاء، والمكان طبعا سقايه واحده هناك اهيت في جنب طبعا شويه خالص، وعلافه واحده برضو شويه خالص، والمكان متحجز عليهم، مكان ضيق محتاجين وسع اكتر. 50 كتكوت يعني بنتكلم في متوسط 7 متر، هما في يعني متر ونص في متر ونص شويه خالص. فطبعا لابد من توسيع المكان وتزويد المكان بسقاية كمان وعلافة كمان مع التناسق ما بينهم، يبقى مثلا سقاية علافة سقاية علافة، وبنوسع الصندوق دوت في جنب والشكارة دي في جنب علشان الفرخ يتحرك، خصوصا ان احنا النهاردة 24/5 درجات الحرارة يعني او موجة الحر شغالة. فالوضع ده هو وضع يخلي الفراخ بتاعتنا ما تكبرش، خصوصا ان احنا في الصيف. طبعا الشيء الثاني ان الفراخ عندها اسهال، فهننزل لها مضاد كوكسيديا ومضاد كوليستيريديا علشان الاسهال ده هو، وكمان المكان مرطب تحتهم. هننزل مضاد كوكسيديا ومضاد كوليستيريديا بالليل 8 ساعات، وبالنهار او في النص مضاد سموم، و 8 ساعات التانيين ريفو او الاسبرين. بننزل قرص واحد على سقايه ال 4 لتر دهيت علشان الاجهاد الحراري. طبعا يا جماعه الفراخ دهيت كان المفروض ما نحطلهاش علف نامي مره واحده علشان في تفاوت في الاحجام، كان لابد ان احنا نخلط خشن مع ناعم. لو هنبدا ناكل خشن يبقى قبل ما نقدم الخشن بثلاث اربع ايام نخلط معاه العلف الباديه، لان في فراخ بتستغرب العلف الخشن دهوت، فبالتالي بيصعب التقاط العلف فبيأثر عليها في نموها وفي يعني الحاله المزاجيه بتاعت الفراخ في التغير المفاجئ في نوع العلف. الشيء الثاني لابد مع كل عمر ان احنا بنرفع السقايه والعلافه بمستوى ظهر الفرخ بتاعنا، يبقى العلافه كده بحيث المنقار بتاعه بس هو اللي بيكون فيه السقايه والعلافه. برضه هيت السقايه متسخه فيها براز اهوت، البراز ده اهوت هم عندهم طبعا كوكسيديا اهوت اسهال بني. البراز ده هو طبعا ينزل في الميه يلوث الميه كلها، يبقى السليم يصاب بالكوكسيديا. فاحنا هننزل ثلاث ايام بالليل مضاد كوكسيديا ومضاد كوليستيريديا 8 ساعات، بعد كده في النص مضاد سموم، بعد كده 8 ساعات ريفو او اسبرين علشان الجو الحر دهوت. الشيء الثاني ان احنا لابد ان احنا نوسع، واللمبه دهيت يعني فوق سطح الارض بحوالي 15 سنتي، لابد ان هي ترتفع شويه على الاقل متر، منخفضه جدا فلابد ان هي ترتفع شويه مع توسيع المكان. طبعا يا جماعه الوضع دهوت لو استمر واحنا في الصيف والحر الشديد دهوت، الفراخ مش هتكبر، وكمان مع وجود امراض عندها ممكن يحصل نفوخ. بصوا حتى العلافه اهي مليانه تبن وبقايا، بصوا العلف متكلكع ازاي، لان الفراخ ممكن تكون بتعمل حمام في العلف بتاعها. فالوضع ده هو لابد يتظبط بالكيفيه اللي قلت لحضراتكم عليها علشان الفراخ اولا تكبر، ثانيا ما يحصل لهاش نفوخ وتموت. طبعا يعني وضع مش ظريف خالص يعني. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نتواصل مع حضراتكم.